سلاف، بتتعاملي ازاي مع اولادك بقى؟ قولي لي انت عندك اولاد قد ايه؟ عندي حمزه وعندي علي الله يحميهم. اعمارهم ايه؟ حمزه عمره 18 سنه وشوي، عم يدرس طب، وعلي عنده 9 سنين صف خامس ابتدائي. فرق 9 سنين بيناتهم. 9 سنين يعني كنتي مش عايزه تخلفي في الاول بعد كده قررتي؟ لا ابدا، كنت ناويه بس عم بختار الوقت المناسب، يعني خلصت اسمهان وعلى طول حملت بعلي. سالوا علي ايه النصيحه اللي دايما ماما بتقولها لك؟ فقال ماما دايما بتقولي ما طلعش الاسرار بره. صح. تقصدي ايه بقى باسرار البيت؟ يعني الخناقات ولا اي حاجه؟ اي حاجه، يعني أي حاجة. بحب دائما لي خصوصيه، ما بحب اي معلوماتي الشخصيه انها توصل انها تنعرف. بقول له حتى اذا انا عم باكل الصبح لبنه ما بحب حدا يعرف انا هيك. وبداتي تقوليها له من سن صغير؟ طبعا ايه، لانه الاولاد بيحكوا، هو علي ما شاء الله بيحكي كثير. يعني حتى مع هي النصيحه ما في فايده، من مكان لمكان كل شيء بيقول. كان لازم نقعد مع علي قبل الحلقه على فكره. على طول. كان لازم نسال علي. لازم كل المعلومات عنده. أيوة.